حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، هذا ما أعلنه وزراء خارجية العرب خلال اجتماعهم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. الإعلان الذي شهد تحفظ لبنان والعراق وملاحظة الجزائر يأتي بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذه مجلس التعاون الخليجي. القراران جاء في أعقاب وقف السعودية مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف مناهضة لها حملت مسؤوليتها للحزب الشيعي. وتأخذ دول الخليج على الحزب الذي يتمتع بنفوذ واسع في السياسة اللبنانية قتاله إلى جانب النظام السوري، كما تتهمه السعودية بدعم المتمردين اليمنيين الحوثيين الذين تقود تحالفا ضدهم في اليمن.